قاسة وفج. طلعونا من تيابنا نحن ما عم نسب كمان. واللي مش عم يتعاطف منه إنسان. شرعة حقوق الإنسان مش للكب بالزبالة هلأ. التاريخ يتغير أمام أعيننا. منطق أن تفتح الجبهة. فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله جركن على حرب، تحملوا أنتم النتائج، نحن ما قلنا عليها. أنا مش عم خون حدا، هني خونوا. شيء الموضوعي بيقول أنه لن تنكسر المقاومة إذا في أي اعتداء. عنا أجهزة رسمية لبنانية، عنا جيش لبناني. بدو يكشفوا الجيش والشعب والمقاومة لا تطلع تجزر فينا إسرائيل. رئيس الكنيسة مش مسيحيين اللي ماتوا بالكنيسة بغزة؟ لما سكرتوا الطرقات على سنة ونص ممنوع تفتح تمك، ولما كسرت زاز محلات، ولما عمرتوا حيط على نار الكلب. هلأ هيدا اللي طلع على عرسال هو وفد نيابة ليقلنا انه ما في داعش فوق. هو ذاته عم بيقول لحزب الله يرجع الناس حين. ليش منحسك هيك شوي عندك حقد على القوات اللبنانية؟ قبل لما كان معهم سلاح قوصوا علينا. عدم العسكر مش هني بيحكوا بالدولة. الهجوم على ميشيل عون يعني الهجوم على لبنان مش على شخصه. مشاهدينا منحييكم بهالحلقة الجديدة من بودكاست اللي بصرنا نستضيف فيها الكاتب والممثل رودني حداد. أهلا وسهلا فيك، والمخرج أيضا رودني. هلأ صار لي شوي نحكي أنا وياك تحت الهواء، وكنت عم تابعك بكذا مقابلة. اللي بيشوفك على أكس تويتر سابقا ما بيعرف إنه هيدا نفس الشخص بالمقابلات. مقابلات رواق كول، تحكي بتناقش. ليش منحسك هيك قاسي وفج على أكس أكتر؟ ما عم صلعونا من تيابنا نحن ما عم نسب كمان. لا الفكرة هونيك لأنه هديك خاص هون للعام. حتى لو هونيك بفوتوا لعندك بس ما بده ما بفوت لعندك. يعني أنا مش عم فوت لعنده بالقوة. بالتي في عم تفوتي على بيته بالقوة، وكل شيء له لغته. هديك غير ميديوم. هونيك قاسي ما كتير قاسي يعني. بلا شوي قاسي. ايه شوي كتير بركة. ما فهمت يعني على التي في بتلبس كفوف، ما بتكون صريح مثل آرائك مثل ما بتكون على السوشيال ميديا؟ أنا مع بالعكس تمام. يعني أنا السوشيال ميديا حتى بعرف إنه اللي بينكتب ما فيك تمحيه. هالقد مسؤول على اللي بكتبه. هالقد مسؤول حتى لما بحط مزحة يعني بعرف إنه ما فيها رجع على ورا. عشان هيك أنا بنبه كل العالم مش إنه بينسوها، لأنه وهذا اللي ما عم يعرفوا يتعاطوا معه مثلاً اللي عندهم تاريخ أسود بالسياسة، إنه هلأ ما بقى فيك تخبي. قبل كنت تسيطر على وسيلة إعلامية كان عندك إياها إلك طبعاً. أوكي مثل ميليشيات يعني عندهم كان تلفزيوناتهم بيخبي البدوية وبيفرجي البدوية. هلأ ما بقى فيهم. واضح كله موجود. إذا معك تليفون معك أهم سلاح بالعالم. يعني أنا مش أنا شخصياً بس الفكرة حيلا حدا معه تليفون بيعرف يستعمله منيح هلأ بيصير أقوى من CNN. والله كنا عم نخبر عن جاكسون هينكل يعني صحيح تحت الهواء انه عم يقدر يحارب فوكس نيوز والCNN ومدري شو بالرأي العام الامريكاني لانه معه تليفون. هالقد يعني وبياخد من عندي اوقات يعني انه بياخد مثلا اذا حطيت انا فيديو بياخده من عندك او من عندي او من عند مين مكان. يعني مش انه هو عم بيروح يصورهم. واضح. بدي اسالك اكيد بدي ارجع لهذا الموضوع الراي العام العالمي المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بموضوع هلا حرب غزه اللي عم بتصير. انت تحديدا كثير هيك انفولفد او منخرط بالموضوع الفلسطيني، تويتاتك بتحط فيديوهات. الموضوع منه فلسطيني بحت ابدا. الموضوع اول شيء انساني عالمي. الموقف مبدئي اخلاقي اول شيء، بعدين نحكي سياسي. مبدا اخلاقي اول شيء الله يرحم الشهداء كلهم سوا. طبعا اللي عم نشوفه شيء ما بيقبله العقل بقى. يعني اللي ساكت هيدا رح يمرق حد التاريخ. التاريخ يتغير امام اعيننا قدام عينينا عم يتغير. هيدا اللي عم بيصير هو جينوسيد. إبادة وتطهير عرقي. إذا بدك الكلمة الدقيقة لازم تستعمل يعني تطهير عرقي هيدا. لأنه مش بس مسلمين عم يموتوا، مسلمين ومسيحيين
يعني الفكرة، سقوط الفكر الصهيوني أو سقوط القناع عن الفكر الصهيوني. وهلأ بيطلع لك كم واحد، يعني كل ما تقولي كلمة صهيوني إذا كنت مسيحية بيقولوا لك قومية، إذا كنت مدري شو. خلينا نشرحها من الأول. أوكي، أنا قومي لبناني للعظم. أوكي، من تلاميذ ميشيل عون وسعيد عال. تمام، خلينا نحط نقطة على السطر، بعدين بنشرحها. القومية اللبنانية ليست معادية لأحد، وليست معادية لا للعرب ولا للعروبي ولا للإسلام ولا لأي شيء تاني. أوكي، نعم، خلينا نفهمها، نشرحها مرة واحدة. سولا نرجع لقصة الصهيونية. الصهيونية العالمية تحارب الفكر الحر، هو نوع من الساتانيزم، يعني شياطين، يعني بيجوا بيحطوا ناس بالسلطة بيبقوا مستحكمين فيهم من تاني ميلة، أو لقطين عليهم شيء، أو لقطين لهم أموالهم لأنه هن مسيطرين على رأس المال. أوكي، عشان هيك مش عم يمشي إلا بالغرب الصهيونية. وهلأ عم تفقد الرواية تبعها السردية. حتى اليهود التوراتيون مثلا في لهم حساب يتابعوا العالم على تويتر، لازم يتابعوه، يعني عم بيسقفونا شيء ما كنا نعرفه، انه هؤلاء اليهود هن من ونزلوا عشرات الالاف من نيويورك. صح، تظاهروا. اوكي، بس انا بدي اللبنانيه يسمعوا، وخاصه المسيحيين اللبنانيين اللي بعضهم مش فهمانين شيء من شيء. اوكي، الصهاينه بيبصقوا على المسيح وبيقتلوا المسيحي، بيقصفوا له كنيسته. اوكي، هودي اليهود شو بيقولوا لنا؟ بيقولوا لنا نحن ما عندنا دوله، نحن بكل الدول موجودين ونتعايش مع الدول الموجودين فيها، نحن ما في شيء اسمه دوله اسرائيل، ما في شيء اسمه دوله اسرائيل. نعم، هيدا شيء كتير مهم. اللي عم ينحكى هلا بالعالم هو اللي كل الوقت كانوا الحركات المقاومه هون عم يحكوا، هلا بالغرب عم يقولوا ذاته، يعني عم بيقولوا انه الصهيونيه تمارس تطهير العرق، عم تعمل جينوسيد. هوديك بيقولوا لهم ما تحكوا باسمنا اليهود. صحيح، سو لازم نميزها. ومن هون يعني بالمعيه يعني وبالاماليه، بس انه نتمنى انه يوقفوها خيبر خيبر يا يهود، يصيروا يقولوا خيبر خيبر يا صهيون. طيب سؤال، عم توجه رساله وكان للجانب المسيحي، ليش؟ لانه لاحظنا انه خلال هيدي الفتره وكانه بالبلد كان في انقسام، عذرا على التعابير، بس انه المسلمين يدعمون قضيه غزه ويدعمون ما يحصل هناك، مقابل مسيحي اذا كان يتعاطف يتعاطف انسانيا ولكن يخشى على لبنان من تداعيات اللي عم بيصير. هودي كلهم قبل ميشيل عون، بعد ميشيل عون غير حديث. ليه؟ ما هلا عم نشوفهم. ولو الخطاب الشهير ريزون دوكور، حجة القلب وحجة العقل وحجة المصلحة. يعني ما بدي أحسن من هيك تفسير. حجة القلب أنه تتعاطف مع اللي عم بيصير بغزة كإنسان، هاي أول شيء، واللي مش عم يتعاطف منه إنسان، منه إنسان، ويجب التعامل معه على أنه منبلش بالخيانة أقل شيء. إيه خيانة، رح أقلك ليه، لأنه راديكالي كتير. لا مني راديكالي، خليني أقول لك ليش. أنا بوصف لك إياها، ما أنا ما بقول كلمة، أنا دقيق بالحكي، رح أقول لك ليش خيانة. لما بتقولي سحب السلاح من المسلحين، المسلحين اللي عم بيروح لهم شهداء، اللي عم بيدافعوا، يا أخي يا أخي مش عم يدافعوا عنك، أنت بطل، أنت أصلا مش رح يقصفوك صاين. أوكي، ما نحن بنعرفها، بس الفكرة اللي عم يستشهد بالجنوب، انت عم تحكي بالسيادة مين ما كنت تكون، رئيس حزب، انا ما عم بحكي مع المواطنين، المواطنين اتباع، بيطبع هيدا الشخص اذا عم يلاقي الايد تبعه عم بخبص، مش عارف عم يخبص ومفكر وعم يحكي مزبوط. مفهوم السيادة وال1701 اوكي، بحق الا اسرائيل تحط اجهزة تجسس أو أجهزة للمراقبة أو أجهزة للاستشعار الحراري البشري أو أجهزة للتنصت الإلكتروني. ما زال عم يحكوا بال1701. أوكي، الضمير العالمي، شرعة حقوق الإنسان. نعم، مش للكب بالزبالة هلأ،
للكب بالزبالة هذا الغرب العنصري. انتبهي أنا ثقافتي من الغرب كمان، مني بس شرقي، أنا ثقافتي شرق غرب. أوكي لما نحكي عن الغرب ما بنكون عم نحكي عن الشعوب والمفكرين طبعا. والناس شرعة حقوق الإنسان بتقريها روعة بس تطبقها. نحكي عن الحكومات اللي هي بإيد الصهاينة، وراح أعطيك مثل ماكرون أوكي اللي هو خلق حزب ما حدا بيعرف مينه ماكرون أوكي، مرته حفيدته لروتشيلد ممول الفكر الصهيوني الأول أوكي. بالإدارة الأمريكية 22-1 بالكي بوزيشنز يعني بالمواقع الأساسية، نعم بالمواقع المفاتيح إذا بدك بالإدارة الأمريكية إسرائيليين مش طبعًا. يهود أمريكان حاملين الجنسية الإسرائيلية، ممتاز. 60 ديبوتي بفرنسا، 60 نائب بالمجلس النواب الفرنسي حاملين الجنسية الإسرائيلية. أوكي وطلع زيلينسكي إسرائيلي. أوكي سو العالم في غمض عينيه وفي يقول يا أخي نحن شو بدنا، نحن بنشتغل نعمل مدري شو، يعني نكبوا عيشة الفوتبول مثلا. هاتيكي مثلا مسيطرين على المال بالعالم أوكي، وعندك دوكان بس اثنيناتهم يعني معسكرين، اثنيناتهم عم يشتغلوا لنفس الهدف وعلقانين مع بعضهم، يعني جماعة سوروس وجماعة اليمين هن ذاتهم يعني الكنيسة الإبراهيمية، جماعة سوروس ان جي او ال جي بي تي كيو مدري شو بس لخدمة إسرائيل، لأنه لا يتعارض هذا مع خدمة إسرائيل. هلا رح أرجع أربط لك كل الموضوع إنه كل شيء صار بلبنان هو مربوط بالفكر الصهيوني، وهلا بوصل لك للخيانة من وين جاي الخيانة. والتانيين اللي هن الكنيسة الإبراهيمية يعني روح العالم يعني فيهم يحضروا أرتاي على أرتاي عم يعرضون يعني ما حدا مستحي. سو بس بيعرضون الساعة 2 بالليل يمكن ما حدا بيحضرون، أنا بسهر يعني بحضرون. سو الفكرة الكنيسة الإبراهيمية هن يبشرون بعودة، يدفعون بعودة كل اليهود إلى إسرائيل لأنهم قال هيك بيرجع المسيح على الأرض، يعني فكرة ولا يعني ولا أدفع من هيك الفكرة. والإسرائيليين بيضحكوا عليهم لأنه هن عم يتبرعوا ليعمروا المستوطنات بنفس الدوكيومنتري. طبعا الشعب الأمريكاني ما معه خبر هذا الدوكيومنتري، ما معه خبر أنه الإسرائيليين بيضحكوا عليهم، هي بتقولها بلسانها بالدوكيومنتري، بتقول انه انا شفراني معي انه انا انه هو مش هيك رح يصير، يعني مش انه اذا رجعوا اليهود لهون مهم ياخذ التمويل، عم يعطونا تمويل نحن نعمل مستوطنات، بس هيدي فكره انه هي بتقولها هيك انه فكره سخيفه هيدي، بس اذا انه اقوى دوله بالعالم واقفه حد مني ليش بدي اقول لا. أوكي. ممتاز. سو الفكره الصهيوني هو معادي للبشر اوكي، وباساسه اوكي بن غوريون بيقول ان الله قد مات اوكي، يعني ليسوا مؤمنين، اليهود مؤمنين بعودة المسيح. إن الله قد مات مش تبع نيتشه إن الله قد مات يعني والسر ما غير شيء كومبليتلي، هداك عم يحكي عن فكرة فلسفية إلى بعد تاني كومبليتلي، هداك قالوا بعد إنساني نيتشه. بن غوريون غير شيء إن الله قد مات، سو شوفوا نحن كيف بنعمل شو بنعمل. اللي عم بيصير هلا لو بالدم أوكي، ولكن يمكن سيحرر البشر بالفكر على قليلة على دم أطفال غزة عني عم بيحرروا البشر. طيب. وانتبه ما حدا يفوت فيها هيدي قصة إنه والله الفلسطينيين شو عملوا بلبنان، عملوا مجازر، وكمان نحنا ما قصرنا عملنا مجازر أوكي مقبيلة. بس ما فيك تقربها بزي الطريقة، رح أقربها بنفس الطريقة، بلا رح أقربها بنفس الطريقة، لأن المجزرة مجزرة، مجزرة مجزرة طبعا، بس في فلسطيني كان على أرضك وارتكب مجازر بحق اللبنانيين. على رأسي وعين تاني برأي البعض طبعا. لحظة، اللي ارتكب مجزرة هو مقاتل حامل السلاح أوكي، أنا ما برد عليه بمجزرة ضد المدنيين إذا أنا أخلاقي وإنساني، إذا هو غلط بغلط مثله أنا. لحظة، بغض النظر عن أنه هو موجود على أرضي هيدا غير شيء، بس محلنا نتعلم، يعني محلنا نتعلم شو يعني، يعني اليوم متخوف من هيدا الجو لا بلبنان؟ لما قالن فخامة الرئيس ميشيل عون وقتها كان بعده ضابط ما كان، قالن ما تقربوا عليهم للفلسطينية، هذا دم ما فينا نحمله، راحوا جزروا فيهم
طيب بس ما كان في مشروع عطاري. انا وياكي لحظه شوي، في بعض نظر القاده بده يكون عندهم بعض نظر، والقايد مش ضروري يوصل للقياده ليصير قايد، القايد بده يكون من هو وصغير عنده بعض نظر. لما بيقول لهم مش هالعم ما تقربوا صوبهم وراحوا جزروا فيهم، لنحمل كلنا نحن كمسيحيين انه نحن اللي عملنا مجزرة صبرا وشتيلة. نحن ما عملنا مجزرة صبرا وشتيلة، مش أنا، مش نحن، مش اللي ما عم يشيلعون عملوا صبرا وشتيلة، مش الجيش اللبناني اللي عمل صبرا وشتيلة. بس عفوا عم بتظهر الأمور شوي من سياق. أبدا ليش؟ لأنه مجزرة صبرا وشتيلة اجت ردا على اغتيال القائد الرمز بشير الجميل، وضمن فورية الدم، وما في شيء ببرر قتل الأبرياء أكيد، هيدا متفقين يعني عليها، ما عم ناقش فيها، بس ضمن الإطار السياسي الكبير. ما قلتيهم هاي ما قال عليها بها، يعني هاي ما قال عليها بها صو، إذا ما قال عليها قال شو عم نحكي فيها. وبوقتها المقاومة المسيحية أو فصائل، ما في شيء اسمه مقاومة مسيحية. هلأ بيزعل منك ناجي حايك. يزعل، ما هو زعلان مني. لا الفكرة ما في شيء إنه المقاومة المسيحية تعتبر إنه هي دافعت عن الوجود اللبناني. نعم. لا لا. بوجه الفلسطيني وبوجه السوري اللي كان بدهم يصير بلد بديل لهم. في مقاومين كانوا مؤمنين، وفي ناس كانوا عم يتاجروا فيهم، وخليني خبرك كيف. أوكي، أنا قلت قبل ميشيل عون ما بيقرب حدا من اللي قبله، يمكن الوحيد اللي بيقربه بالفكر شوي فؤاد شهاب. أوكي، بيت ما تبقى ما قالوا عليها فيهم. لما بتنعمل مجزرة الصفرة شو قلها عليها هاي بالمقاومة؟ وين هالمقاومة الحلوة هيدي؟ أو مجزرة أهدين شو هالمقاومة العظيمة هيدي؟ أنه أنت مش من رأيي بروح بقتلك. حلو، ما فيكي. هو ميشيل عون مش عملهم، ميشيل عون قال له سيري بيونيانسو كو فوز افي في لبشير جميل، لمقزز ما فعلت. نعم تمام، ما هو كلمات للتاريخ. في مقاومين لبنانيين كانوا معتقدين انه نحن عم نقاتل لنحرر لبنان مدري شو وات ايفر، ايه احترم، بس القيادات كانوا عم بيبيعوا ويشتروا. طيب ردني لليوم، لانه كنت عم بحكي عن خليني ركز لك عليها. كانوا عم يبيعوا وبيشتروا، كانوا عم بيقوصوا على الجيش اللبناني، ما سلحوا الجيش اللبناني وقتها وقالوا له حارب، كانوا ما يخلوا العسكر يمروا على الطريق قوى الامر الواقع. هيدا للشباب الصغير اللي ما معه خبر وعم بيقولوا له هلا ان هن مع الدوله وبدهم الجيش يستلم والجيش مدري شو. خليني خبرك كم شغله مثلا عن الجيش بلا ما نرجع كثير بالتاريخ. انا اللي بدي اوصل له انه هيدا الموضوع هلا ما بينحكى فيه، هيدا ما بينحكى فيه. عقيدة الجيش المصري، خط الدفاع الأول عن مصر غزة. أوكي، خلينا نفكر لبعيد، إذا سقطت غزة شو منعمل نحن هلا؟ بيقولوا سلم سلاحك للجيش لحزب الله، هلا بهالتكة بيسلم حزب الله سلاحه للجيش اللبناني، بيجوا الأمريكان بياخدوه منه. الفساد هو صهيوني. رياض سلامه دق الجرس بوول ستريت، اللي بيراقب هلا الاسهم تبع شركات السلاح بوول ستريت بيعرف ليه الحرب مكمله بالعالم. اوكي، الثوره صهاينه، داعش فكر صهيوني، دعموهم بالسلاح، هجروا العالم على لبنان لا يضربوا ظهر ميشيل عون اللي قال لهم مع عودة النازحين ومحاربة داعش وفجر الجرود، ولا يضربوا ظهر حزب الله ويعملوا الفتنة السنية الشيعية، كله مربوط ببعضه. عشان هيك الرهان لازم يكون في عنا بعد نظر. طيب. ولازم يكون في تعالي. اوكي. تاريخ الواحد لما بده يقراه، بده يقراه منيح. الناس اللي بيعرفوا تاريخهم لك وين واقفين مع القضية الفلسطينية، راح أعطيك مثل مثلا الاسكتلندية والإيرلندية، لأنه بيعرفوا الاستعمار البريطاني وبعدهم لهلا الإيرلندية قاصمين لهم دولتهم شقفتين، البروتستانت وكاثوليك، ما هيك؟ بيعرفوا تاريخهم، قاموا ضد الاستعمار العالمي. الاستعمار العالمي سوف ينتهي.
طيب بس مرقت لي كذا فكره بيسهلوا نتوقف شوي عند كل وحده منهم لانه كلهم مهمين. اول شيء اتهمت الثوره انها صهيونيه، اليوم اللي نزلوا على الثوره وين شو وين اني؟ وين اني هلا بيقولوا انه انهكوا نتيجه كل اللي صار. لا لا وين اني هلا من الموقف مالك شو؟ ما هيدا اللي عم جرب اقول لك انه يحرر العالم وعم يسقط القناع. وين اني هلا؟ من وين عم يحكوا؟ عم يحكوا شيء ضد اسرائيل؟ بس هن نزلوا كرمال مطالب معيشيه واجتماعيه، شو لهم علاقه يحكوا باسرائيل؟ لا كذابين، هلا انا عم بحكي، بوقتها كذابين ما نزلوا كرمال هيك. نزلوا كرمال عودة النازحين لما طلع فخامة الرئيس وقال لهم عودة النازحين إلى سوريا. يعني الثورة افتعلت طبعا بملف بس لمحاولة إبعاد ميشيل عون عن الرئاسة والانقلاب على ميشيل عون لأنه رفض التوطين؟ مش بس هيك، كرمال النفط وكرمال محاربة الفساد نزلوا على الطريق. مش عم بحكي عن المشحر اللي نزل وراهم، عم بحكي عن اللي نزلوا وبقيوا. هذا كلام غير مسنود بيقولوا لك الى اي اثبات، وانه هيدا بس باطار انكم عم تعملوا شو بيسموه اضطهاد بحقهم. بس قريت هلا نحن ما بدنا نرد على هالاهبل اللي بيقول هيك، يعني نحن عم نحكي انا وياك هلا الراي العام. شو غير مسنود؟ ما نوابهم كانوا على الارض، نواب الميليشيات ما كانوا على الارض، والثوره بتمرق السيد وليد جنبلاط وبتمرق وسامي جميل. ما عملنا دينينا قد ما صرخ بجل الديب وسكر طرقات وجاي ينظر على اللي طلعوا تظاهروا. مش عم نقول انه هيدا مزبوط يطلعوا يكسروا املاك العالم يعني، بس انتو ممنوع تحكوا بهالموضوع. لما سكرتوا الطرقات على سنة ونص ممنوع تفتح تمك، ولما كسرت زاز محلات ولما عمرتوا حيط على نهر الكلب، انت هلا جاي تخبرني انه عن ثلاثة اربعة مهابيل يعني نزعوا الفكرة كلها سوا، كسروا محلين وحرقوا له مصلحته للزلمه؟ ما قلت لهم مهبيل. بدي اروح لاول بريك معك، بعد البريك بدي كفي شوي بالملف الفلسطيني اللي انت معتبره منه ملف فلسطيني فقط انما يخص الجميع. الراي العام العالمي، انتم كفنانين يعني شفنا كمان في انا بتحكي معي كفرد طيب اوكي اتفرد كمجموعه لانه الموقف مش هيك ابدا. وزياده بدي اشوف انا لا انتمي الى جماعات النسوره ما بتطير رفوف حلو هيدا شو هيدا مع نفحة التواضع ولا شو؟ لا هو خيار. اوكي رح نروح لفاصل مشاهدينا ومكفين بعد الفاصل، خليكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا. ردني كان بدي قلت لي النسور شو تحلق ما بتحلق ضمن مجموعه، بس المجموعه تبعكم تبع الفنانين مش تبعكم تما تزعل. كان في هيك تناقضات واراء مختلفه بيناتها. هلا الكل اجمع طبعا على ادانه سقوط الضحايا بالشكل الفظيع والجرائم اللي صارت بحق الانسانيه اولا، بس كان في اذا بدك في ناس اعتبرت انه ايه نحن لازم نكفي حياتنا عادي ونكفي اشغالنا عادي، انه ما في شيء بيلزمنا اكثر من هيك لانه كل الاعمال كفت بشكل طبيعي، وفي ناس لا اخذوا مواقف ابعد. لا هو الحرب يعني العسكري بيقاتل لنحن نعيش. سو اللي عم يستشهد على الحدود ولا نحن نعيش، هي المفهومة. بس لأنه أنا وياك مش قادرين نحمل السلاح ونقاتل هلا، سو منكفي شغلنا. لا والعمل ما بيتناقض مع هذه الفكرة. ممتاز. بس أنا ما بحب أحكي عن الناس اللي بيشتغلوا، بس هلا نحن عم نحكي كناس. سو أنتوا أخذتوا مواقف كتير عالية الصوت لما كان لازم تسكتوا وتوقفوا مع الحق. اللي ما بيوقف مع الحق مرة ما بيوقف مع الحق ولا مرة. اف حقيقة اتس فاكت. بس الحق هو وجهة نظر. لا في منهم كمان متورطين بقصص تانية يعني مش مش ببراءة يعني. العالم نزلت بهالطريقة مش براءة، وهيدي مش حرية رأي وهيدي ولا شيء، كله مربوط ببعضه. كنا عم نحكي عن هذا الرأي العام. الحلو باللي عم بيصير هلا انه بدل ما ساعة تدعسي عدنا بالحي وساعة تمسكيها من نصها وبتبرم عليك وتعصيك، راس الحي هون
راس الحي إسرائيل. بس كلامك عشان هيك فيه تخوين، أهمية الحرب يعني أنت كل حدا أكتر بكتير من تخوين. إيه؟ مش تخوين، لا يعني مش كلامي فيه تخوين. بلا كلامك إنه كل حدا كأنه إيه، خليني أسألك بلا بس لأشرح لك فضل. الفكرة هاي وبعدين كفي إيه؟ سؤالي. هذا مش تخوين، هذا توصيف للخيانة. أنا مش عم خون حدا، هني خونوا لبلادهم. هلأ كل حدا لا يوافقك على رأيك السياسي أو لا يدافع عن نفس القيم والمبادئ اللي أنت تؤمن فيها أو تدافع عنها يصبح خائن ويصبح مرتبط بالصهيونية وضمن مشروع كبير؟ ستنا إيه؟ الأمم المتحدة حكمتها الصهيونية، تيجي أنت بتقلي 1701 والطيران الإسرائيلي كل يوم بيطلع فوق بلادنا وعم نحكي أكتر من هيك وبيجزر وبيقتل صحفي وبيعمل ليك ليك من لمعادلة أنت وليك الجبن تبع الإسرائيلي عبالي أولى هيدا بيقصف صحافة أوكي. المجاهد في حزب الله بيقصف الدبابة الحق أخلاق ما ضرب المواطن اللي قاعد بالمستقصبة لما نقول مستوطنة سو الفكرة ما ضرب البيت هديك بيضربوا بيوت أوكي هو بتقله الدبابة أوكي. هلأ راح شهداء سقط شهداء ماشي الحق يعني سقط شهداء لأنه صابون بس بغير هيك شو عم يعمل قصف الصحافة قصف اليوم قتلين اثنين معازة نعم عمير وعمازة صحيح ما تعرف الجبانة الصهيونية وهون عنا بالداخل رح قلك ليش الموقف في خيانة لأنه أنت لما بتعمل شو بتقلك السفيرة الأمريكية أنا شو بقلك هيا هطلعت السفيرة الأمريكية عن ميشيل هون الجنرال ميشيل هون هو بحب نعيط له جنرال أكتر من فخامة الرئيس سأل فكرة طلعت لعنده لا تاخد حقه باطل لموضوع حزب الله أو لا تتوسط لأنه بلكي مدري شو فلت مثل ما أجيت يعني تي 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 واحتفظ بالصمت الإلهي الثاني بالبلد يعني في اثنين كانوا صامتين. هلأ نحن بعد الحلقة رح يكون طلع السيد نصر الله إيه؟ نحن بوقت تبس الحلقة رح يكون طلع أنا كنت كثير حابب الصمت لأنه إله رهبة طيب بدي ناقشك عند الإسرائيلي الإسرائيلي طبعا رهبة طبعا قلنا 25-26 يعني يوم تحليل بالموضوع ايه يعني هو كتير قال كنت حتى بالحديث يعني بصير إله رهبة ثاني الحديث يعني. هون كونك كنت عم تحكي عن مواقف الأفرقاء بالداخل كل خلاف بالسياسة يؤجل يعني مثلا من الأخطاء الاستراتيجية بخطأ استراتيجي هيدا أوكي اللي ارتكبه مثلا حزب الله أنه محاربة الفساد هي ذاتها محاربة إسرائيل خطأ استراتيجي. ليش خطأ استراتيجي؟ كان لازم يعني كان لازم يندفعوا أكتر يندفعوا أكتر بمحاربة الفساد لأنه إذا حاربت الفساد تكون عم تحارب الصهيونية العالمية هي ذاتها مربوطة ببعضها يعني اللي عم بيقتلنا بالسلاح من جنوب لبنان هو ذاته عم بيقتلنا من الخلف بالبنك المركزي. ولكن هلأ ليش لم ينخرط حزب الله برأيك؟ لأنه عنده حساباته لأنه الدم يمكن أوقات أغلى من أغلى بكتير من المال ما ننتبه لهيدا بس بهيدي المعادلة فيها خطأ استراتيجي ممتاز. لكن هلأ منحطها على جنب لا مش هنحطها على جنب هو العكس هلأ الاندفاع رح تكون أقوى من وراء الحرب مع غزة. ليش برأيك انتصار هذا المحور بحرب غزة انتصر already انتصر. ما انتصر تسمحي لي ستنا بس أوكي أنا بقول انتصر ليش انتصر؟ على أي أساس الحرب بعدها مستمرة حتى الآن لم ينتزع الفلسطينيون وقيادة حماس اللي كانوا عم بيطالبوا فيه الفكرة الإسرائيلية مبنية على الوعي أوكي تغير الوعي ناس قاعدين ب concentration camp مش سجن هذا معتقل للمحرقة
اوكي بيطلعوا بيهاجموا مستوطنات. هلا في عالم بيطلعوا بيحكوا هون عنه يعني، بيطلعوا هاجموا المستوطنات والسكنات والعسكر الاسرائيلي واخذوا معلومات. هلا ما بدنا نحكي، هلا في ناس بتحضر سي ان ان يعني عايشين غير حرب يعني. سو الفكره ما معهم خبر يعني شو عم بيصير. الخبريه بيطلعوا على المستوطنات، شيليا انت هلا من وعي الاسرائيلي اللي هو معمول جيش ليحمي المستوطن انه يرجع على بيته. ما شفنا الهجره اساسا اكبر دليل كانت على من جنوب لبنان، قالوا لهم ما نرجع فيه هلا المستوطنين، قالوا ما نرجع على المستوطنين غير ما تشيلوا حزب الله. هذا كيف تشيلون اياهم من وعيهم؟ يكفي هذا الانتصار انه الخوف لدى الاسرائيلي؟ مش بس الخوف، ما هي بعد ما انكسرت. ايه طبعا طبعا، بس إيه؟ لا انه لن تنكسر كمان يعني. بنعمل مثل الجنرال مش قده نحن، بس الفكره لن تنكسر يعني. الشيء الموضوعي بيقول انه لن تنكسر المقاومه. لو بدهم يسفكوا دم مليونين فلسطيني في غزه، رح يضلوا ال 40,000 مقاتل قادرين يقاتلوا. بس هلا هيدي عليها نقاش طويل عريض. ما في نقاش طول بالك، هلا ببين معنا. مش ما في نقاش، لانه هاي الوقائع هيك بتقول يعني. هل يحمل الراي العام العالمي الراي العام العالمي، هل بيحمل انه مليونين جينوسيد بالقرن ال 21 ومعنا سيلولرات عم صور بيقدروا يخبوها؟ برأيك نجح اليوم، نجحت حماس ونجحوا الفلسطينيين بإيصال صوتهم للرأي العام بدليل التظاهرات اللي عم نشوفها بكل أنحاء كيف العالم؟ لكن كيف لكان السلولار أهم من CNN. يعني مواقع التواصل تغلبت على وسائل الإعلام التقليدية بهالحرب 200% أصلاً يعني باي فار يعني بفرق يعني. جاكسون هينكل اللي عنده ريتش، كنت عم خبرك 5.4 billion يعني 5.4 مليارات الريتش عنده من ورا كل العالم اللي عم هو عم بيشوف فيديو عند حدا بياخده بيحطه بينزله. هو مبلش شغله قبل وسكروا له كل شيء بالسوشيال ميديا، بقى عنده هالتويتر هالشباك. فيك تخرب الدنيا. بس بدي اسالك، شو قيمة هيدا الرأي العام لو قد ما انتفض ولو بالالاف طالما لا يؤثر على السياسات الحكومية اللي هي تسيطر عليها الصهيونية؟ امريكا اكبر دليل. اليوم الرئيس الامريكي جو بايدن بمكان والشارع بمكان اخر بالانتخابات. برا بأثر، مؤثر جدا الرأي العام برا، مؤثر جدا الرأي العام يعني. بس تربحي معركة الرأي العام ممكن تربحي السياسة. بعدين العالم عم يتغير. امبارح الصين بتشيل عن الخارطة إسرائيل، بتحط فلسطين. هيدا موقف سياسي، هيدا تصريح سياسي، هيدا مش تصريح انه ايه شلتها واذا شلتها يعني ما راحت إسرائيل. الرئيس بوتين اوكي هو دولة عظمى يعني، ابو علي بوتين سو قال شغلة حتى ما حدا حط احسن منه بجملة. قال لهم المحتل ليس له الحق بالدفاع عن النفس. ما يفتقده العالم هلا رجال دولة مسقفين. ما بقى في ثقافة، ما بقى في الثقافة يعني إنسانية أخلاق يعني من هون بتجي. بدي أرجع معك شوي للبنان، لأنه كنت عم بتركز على موضوع أنه ما فينا نحكي أنه هؤلاء هم مسلحين وأنه تطبيق القرار 1701، لأنه الانتهاكات عم تجي من الجانب الإسرائيلي. بس هذا الفريق تحديداً، فريق المعارضة، فريق القوات، سمي البدك، عم يطلع ويقول أنه أي اعتداء ترد عليه الأجهزة الرسمية اللبنانية. وخلينا نحصرها بالإيادات يعني. ايه طبعاً طبعاً. يعني أنا لما أحكي مثلاً عن بحكي عن قيادات مش عن الشعب. لا، ما قبل شوي اعطيت كلمه للشعب كمان بدي ناقشك فيها بعد شوي، بعدني حافظت لك اياها. قلت لي الشعب تابع، بس تابع لقياداته. اوكي ممتاز، هي كمان على يعني بس مش على مع القيادات، مش مع اوكي احكي مع القيادات. هذه القيادات تقول انه ما بيصير كمان يكون اذا في اي اعتداء عندنا اجهزه رسميه لبنانيه، عندنا جيش لبناني هو مخول بالرد على هذه الاعتداءات. شو له علاقه حزب الله؟ تمام، رح نرد عليه هذه. بالعكس انا مع تشريع يعني، انا مع يعني نحن عم نقول جيش شعب مقاومه موجوده بالبيان الوزاري.
مفروض على النواب يشتغلوا على الموضوع انه من بعد ما يصير انتخابات رئاسة جمهورية whatever لا يرجع المجلس النيابي للتشريع، انه هي تنحط بالدستور مش بالبيان الوزاري. تاني شغلة رح قلك ليش ما حدا بيزيد علينا بقصة الجيش. انا بي عسكري كمان، انا يعني لحم كتافي من الجيش، من المؤسسة العسكرية، ما حدا في زيد علينا. ومع ميشيل عون يعني بكفي نكون مع ميشيل عون. امبارح اسقطوا طبعا، هلا على في على في على تلفزيونات ما اسقطوا. امبارح اسقطوا طائره يعني لما تكون بدك تضربيها بصاروخ، مش مسيره انه من درون عاديه، طائره اسرائيليه بصاروخ ارض جو. اوكي، بس هودي اللي عم يحكوا بالسياسة ومع سيادة لبنان، وهلا بنشرح لهم شو مفهوم السيادة لتعرفي انه هودي السياسيين القياديين بيحكوا اربع لغات. اوكي، في منهم بيحكوا اربع لغات ومش فهمانين شيء من شيء. اوكي، بس يجيبوا للجيش اللبناني صواريخ ستينجر، صواريخ ستينجر او اس اس 300 و400، انا بدي روح شلحهم سلاحهم حزب الله. بس يعطوا حق للعسكري بالطبابه اللي كان موجود على ايام ميشيل عون. عم بحكي عن السلطه السياسيه مش عن قياده الجيش، هلا ما حدا عن السلطه السياسيه لما بيشلحوا الامتيازات تبعه. لما العسكري هلا بيقبض معاشه ومساعده من دولة قطر، اكيدون اردن بالواسطة الامريكية، مشكورة قطر، ما لها علاقة قطر. اوكي، من يعطي يأمر. بيقول لي روح يستلم، لا هودي بتعرف شو بدهم يعملوا، هون الخيانة. بده يكشفونا إلنا وللجيش، بده يكشفوا الجيش والشعب والمقاومة لا تطلع تجزر فينا إسرائيل. لما وصلنا لمفهوم القوة، هودي الناس زحيفة، ليادات زحيفة، هودي بلا كرامة وبلا سيادة، على أنفسهم ما عندهم سيادة. ورح أعطيكي مثل رح تحبيه المثل. دعتهم السفارة السويسرية. اوكي، ناموا لقيام؟ لا، وانا احترمه للسفير السعودي لانه عمل فيهم هيك، احترمه جدا لانه بيعرفهم انه هودي خزمه شيء وسارقين لهم مصرياتهم، باي ذا واي يعني سارقين لهم مصرياتهم للسعوديين، حط لهم احم، ما حدا منهم استرجع ينزل. وبرافو على السفير السعودي، انا بحييه من عندك لما حط لهم أحم، لأنه نحن لازم نعرف أنه هودي قرارهم مش بإيدهم. هو عم بيقولون كيف تنزلوا، ما نحن الطائف طبعا. أوكي، لا أنا بحترمه لأنه بيعرفهم. أنت معك خبر أنه بيحترمونا إلنا أكثر منهم ب15,000 مليار مرة. السعوديين ما حدا بيحترم انه اللي بيقول له شو يعمل يعني. طيب، خلال هيدي الفتره كلها من الحرب، اول شيء تخشى توسع الحرب بلبنان، ثاني شيء صار في سجال طويل عريض بالبلد عن استقبال النازحين. اذا نحن بالمناطق المحيده نسبيا عن الحرب نستقبل النازح الجنوبي ولا لا؟ ما في شيء اسمه نازح ضمن البلد الواحد. ما في شيء اسمه نازح، بيجي على أرضه بعد بلاده. ما في شيء اسمه مناطقنا، هيدا المفهوم، المناطق، المناطقنا، مدري شو هيدا مفهوم، يعني مفهوم يعني كبوا الهويات. لا بس في ناس بتطلع بتقلك انه هذه البيئة، وانا هون عم بحكي بلسانهم مش عم بتبنى هيدا الكلام، انه هيدي البيئة انتو اخترتوا تكون ممثليكم
حزب الله، حزب الله جركن على حرب، تحملوا انتم النتائج، نحن ما قلنا عليها، ما فيكم يعني تحملوا اياها لنا. كل اللي حكيناه هون لا، ما هو ما في شيء اسمه جرنا على الحرب. حزب الله ما ب 48 اجوا الفلسطينيين على لبنان، ما كان في حزب الله ب 48، من 75 سنه عملوا الاباده تبع الشعب الفلسطيني اول مره وهجروه من ارضه، عملوا الترانسفير. هذه حركات مقاومة، ردة فعل، مش حزب الله عم يجرنا على الحرب، نحن بعدنا عم نحارب الحرب ذاتها. في ناس بس بدو يغمضوا عينيهم ويخلونا نصدق انه هن مش مع اسرائيل، بس بدو يغمضوا عينيهم. يعني نحن ما عندنا مشكل، عملنا فتح لاند بلبنان. اخي عملت فتح لاند بلبنان، ما رحتوا لهونيك، ما عملتوا القرار، يعني ما ضيتوا على، ما نعرف مين كان وقته. طيب بس بمقابل اتهامك لبعض الناس انه هن اسرائيليين، لا انا عم وعيهم. ايه، انه لما بتاخد، بتقول حزب الله ايراني يتلقى توجيهاته من ايران، وبالتالي اليوم فتح الجبهه ينتظر قرار ايراني بهذا الشان. انت كحدا سيادي وكحدا كنت ضد الاحتلال السوري بتقبل هيك؟ ايه، خليني اقول لك شغله. لحظه شوي، هلا الفيت كونغ بفيتنام، لنقرب لهم الفكره. اوكي، الفيت كونغ بفيتنام بده يدافع عن بلاده، اجت روسيا اعطته سلاح يدافع عن بلاده. اوكي، دافع عن بلاده، حررها. هلا الفيت كونغ ارهابيه، كلنا معنا خبر، نحن بنحضر، نحن كلنا السينما وبنعرف. والهنود الحمر كمان ارهابيه بامريكا، سو اجوا اعطوهم سلاح. اوكي، وحاربوا وحرروا بلادهم. نجي هلا بنقول عن الفيت كونغ روس؟ لا، بس ما قبل شوي قلت لك كيدون اوردون، الذي يعطي في يأمر. بس في فرق، في فرق. الذي يعطي يأمر بالمفهوم الصهيوني، بس في مفاهيم شرقيه غير، اكيد عندها مصلحه. هلا يعني عملت لك، هلا عملت لك تخريجي انه هلا طيب هلا امريكا لما بتعطي بتأمر، بس لما الايراني بيعطي بيعطي هيك عم بيوزع هدايا. لانه رح اقول لك ليش، لانه يعني ما بيعملون بنفس الطريقه. شو جاي ايراني ومحطوط عليها عقوبات، تقعد تصرف مثلا 8 9 مليار على تسليح، بلشوا هن 20 شخص بده يقاتلوا اسرائيل. شو انه الولي الفقيه يعني يروحوا يقروا عن جد، يتسقفوا شوي ليعرفوا شو الولي الفقيه يعني، وشو انتظار المهدي. بايران في مسيحيه وفي يهود وفي عايشين. معجب هالقد بهذه الدول، دول الممانعه. قبل شوي حكيت ناسين روسيا، هلا انا عم بحكي الحق. اوكي، انا عم بحكي الحق. انا هذا الحديث هلا اللي عم بحكيه هون، انا في هلا اطلع احكي على تلفزيون فرنسي بيصلبوكي، غيروا المفهوم العلمي لكلمة أنتيسيميت، إنه إذا أنت ضد إسرائيل أنت ضد السامية. ولخي ما أنا سامي، كيف كون ضد السامية يعني؟ إذا كنت معادي للصهيونية، حتى اليهود معادين للصهيونية، اليهود التوراة اللي كنت عم بحكي عنهم، الأرثوذكس يعني. سو الخبرية إنه بالشرق، طيب بعد فيها المطرح في حرية لغير الصهاينة، واضح. بس اليوم كلامك وخطابك البعض ممكن يشوف فيه يبتعد عن الوجدان المسيحي ويبتعد عن الطروحات المسيحية لأي ناحية. اليوم عندك بكركي وسيد بكركي اللي يدعو إلى الحياد. ليش أنت فكرك أنه لما نحكي نحن عن الصهيونية المسيحية أو الصهيونية الإسلامية أنه هي مش فايتة بالكنيسة؟ أنت من عقلك يعني؟ لما عملوا لهم قصة البيدوفيليا، مين كان مستشرس أكتر شيء بالعالم ليظهرها؟ الفكرة الصهيوني. لقطينهم بالمال، المدارس تبعنا ملقوطة، الكنيسة، رؤساء الكنيسة كله. يا عمي رئيس الكنيسة مش مسيحي اللي ماتوا بالكنيسة بغزة؟ نعم. البابا شو قال موقف عن اللي عم يصير؟
من أيمتين تتأخر روما بالمواقف؟ هلا دعا عليه وقف اطلاق النار وهدنة إنسانية ومساعدات. ماشي بس موقف ركيك يعني أنا وياكي مش مسيحية أوكي، هلا تطلع تضربنا إسرائيل، أنا يعني بيطلع البابا بيقول لي إنه بدنا وقف اطلاق النار، تخيل هيدا اللي عم يصير بغزة عم يصير فينا مثل ما صار قبل. طبعا أوكي شو هالموقف هيدا، شو هالموقف هيدا، أو هنيك مختفي يعني لمن يعرف عنه شيئا. لا إنه سوري لك عيب عيب. بس مثل ما قال رياض سلامي خط أحمر، هلا عم بيطبق اللي كنت عامل لك اياه وهذا اكبر برهان. طيب رح نروح لفاصل، هذا اكبر برهان بيربط كل شيء ببعضه. واضح. رح نروح لفاصل اخير بحلقتنا، من بعد هذا الفاصل رح نحكي نزوح لانه عندك يبدو شغل او عمل جديد يتعلق بالاضاءه اكثر على ملف النزوح. بدي اشوف اذا في خطر برايك على الوجود والدور المسيحي في لبنان وهذا الشرق انطلاقا من اللي عم بيصير، وبالإضافة لمواضيع تانية خليكم معنا. وذكريني اللي كمان بهذا الموضوع عن الخيانة، رح أقول لك وين كانت. طبعا يلا فاصل مشاهدينا ومتابعين من بعده خليكم معنا. عودة مشاهدينا، رودني حداد نرجع نرحب فيك معنا. بدي استكمل شوي اللي كنا عم نحكيه قبل هيدا الفاصل. كنا عم نحكي إذا كان هناك خوف على الوجود والدور، يعني مش بس وجود المسيحي في هذا الشرق انطلاقا من اللي عم بيصير في غزة، اللجوء الفلسطيني في لبنان، بالإضافة طبعا لموضوع النزوح السوري. وهلأ يبدو في عمل كنا عم نحكي فيه تحت الهواء للإضاءة أكثر على خطورة ملف النزوح السوري. هذا العمل رح تعرضوه على الاتحاد الأوروبي أمام، هو هيك لازم يعني، هو المعنى الأساس جسكار لحود وأنا الداعم الأول يعني بكل شيء بعرفه، بس هو جسكار لحود هو عن النزوح ومشكلة النزوح للإضاءة على بس لازم نتوجه فيه للرأي العام الأوروبي أكثر بكثير من ما لازم نتوجه فيه للسياسيين الأوروبيين، لأنه بعدنا عم نخبي لأنه مدام فاندر لين اسمه ورب الصهيونية. ماشي صول كنت عم تسأليني عن النزوح، رح جاوب انت عن الوجود انطلاقا من هالخطرين يعني في اللجوء الفلسطيني والنزوح السوري. النزوح السوري في لبنان يصبح واقعا إذا انهزم حزب الله وخطرا وجوديا. حزب الله الذي يمنع توطين النازحين اليوم؟ قوة حزب الله هي بالأخير اللي رح تمنع وجود النازحين، لأنه مش عم نستعمل القوة، بس الفكرة إذا انهزم حزب الله بيصير التوطين. طيب خلينا نحكي نسمي الأمور بأسمائها. بس خلينا المطلوب من التوطين توازن يعني تنحسب علي طائفة. إيه تفضل. فإن حزب الله هم الغالبون. هاي الجملة كفيتها هيك؟ يعني النزوح مشكل أوكي، ولكن إذا انهزمت المقاومة بصير توطين. ليش؟ لأنه مطلوب يكون في قوة سنية بوجه القوة الشيعية بالبلد؟ لا مش يعني هي بالأساس هيك لما أجوا الداعي، لا في ناس معطرة هربانة من الحرب وفي ناس مش معطرة ومش هربانة من الحرب. أنا عم بحكي عن الفكر الأوروبي، مش هن اللي عم يدفعوا لهم مصاري ليضلوا هون. رجعنا لنفس القصة، بالأول فوتون على أساس داعش لقتال حزب الله. ما اللي عم بيصير هلا بغزة عاد وعى الرأي العام كمان اللي كان مش واعي انه حزب الله يقاتل الى جانب السنة في والمسيحيين والمسيحيين في فلسطين. طيب بس هون أهمية، هون عظمة ميشيل عون. اوكي حزب هون الله. هون عظمة ميشيل عون. التاريخ مش عم خليهم يكتبوا التاريخ مثل امبارح هيدا إيسي بيروت مدري شو، بنعرف انه صاحبه فاسد وطلع له وديعة الملفات وكذا. سو الفكرة كتب امبارح انه مدري شو عم يعني ولد عم تحكي على التاريخ، رح ينصفه لميشيل عون لانه نحن باقون، ومثل ما بيقول سعيد عال وما من حق ولم نبقى نحن.
إذا نحن رحنا ما في حق. واضح. عشان هيك هزيمة حزب الله التي لن يعني ولا ما ممكن ما رح تحصل برأيك؟ ولا ممكن، مش رأيي ده، ولا ممكن. لأنه مش هنخليهم ينزموا. بصير النزوح هو خطر وجودي، بس بصير واقع. سؤال هلا خطر اذا حزب الله، اذا حزب الله هو صد منيع امام التوطين مثل ما عم بتوصف انت المشهد، القوة يعني هو المفهوم. أوكي. القوة. اوكي ممتاز ممتاز. يعني حتى لو كانت هيدي القوة عند الجيش اللبناني كنا قلنا نفس الشيء. اوكي، خصوم حزب الله بيقولوا اذا فعلا هيك ليش لم يستخدم علاقاته وقربه من النظام السوري لعودة هؤلاء الى اراضيهم؟ ليش ما سمح اليوم حزب الله او ما مارس نفوذه لضبط الحدود ومنع تدفق النازحين؟ هذا حكي يعني مثل انه هذا حكي بلا طعم يعني. هلا هيدا اللي طلع على عرسال هو وفد نيابي ليقلنا انه ما في داعش فوق، هو ذاته عم بيقول لحزب الله يرجع النازحين على سوريا اللي هو ماشي مع الاوروبي اللي عم يدفعوا لهم ليضلوا هون. اسخف من هيك خطاب سياسي بالتاريخ ما في، اعقم من هيدا الخطاب السياسي ما بقى فيه. ليش هلا نحن اذا طلعنا حكينا مع السوري الاوروبي بيقبلوا اللي لاقطين لهم رسنهم بالبنوك برا، اللي لاقطين لهم رسنهم بالبنوك برا، هودي بده يرجعوا السوريه؟ اذا اتكلنا عليهم يرجعوا السوريه لما فاتوا السوريه شو كانت تصاريحهم؟ نعم. لو فات 11 مليون نحن ما فينا نقول لهم لا، ولن يعودوا غير ليسقط النظام بسوريا. صح. هيدا الحياد بلبنان، هيدا الحياد بالدنيا، الحياد بس مع اسرائيل. طيب سؤال، ليش منحسك هيك شوي عندك حقد على القوات اللبنانية؟ أبداً. على قياداتها؟ ابدا ابدا انا ما عندي حقد، الحقد ما بودي لمحل، انا عم بحكي منطق مش حقد. يعني كان عندك شي تجربة شخصية؟ حبيبتي. أنا ما في ولا، بالعكس تجربة شخصية، ما كنا قوات يعني. شو لا لا، مين كان قوات؟ كنا قوات. لا مش أنا كنت قوات، كنا مع القوات at some point يعني. شو أنه ما هيدا لما يكون تاريخك ماشي حالك معه، أوكي ما حدا في زايد عليك بشي، ما حدا. بس أنا هلأ اللي حكيته ما في حد، انا عم يعني بحكي منطق. يعني هيك على طول بتذكر كأنه انا عم بحكي منطق بيقولوا عنك على السوشيال ميديا. بس انا اتكلم بالمنطق. أوكي. اللي بيقرعني بالمنطق اللي هلا بيقول لي انا عم بحكي شيء ما صار، اوكي بقبل معه، بناقشه 10 ساعات. بس انا عم بحكي بكل شيء صار، انا عم جيب تصاريحهم، انا عم بذكر العالم شو قالوا. ايه مشان هيك بيتهموك اللي ما بيحبوك على السوشيال ميديا. لا هني بيتهموني انه انت بتنبش قبور وضمن الذباب الالكتروني. انا ابدا ما حدا اصلا بتوجه اصلا. لك شو، مين ما كان في يكتب عندي انا بتهذيب بتخطى التهذيب بلوك، لانه ما بحكي مع مواطن، انا اتوجه لقيادته، ما بحكي مع مواطن. يعني بحكي مع مواطن اذا عنا بنحكي مثل البشر والناس يعني، بس اذا انا الاخلاق هيدا اوكي. ذباب الكتروني هودي لانه هن هيك، لانه في ناس بتدفعوا لهم بفكروني مثلهم، انا مش مثلهم، انا عم بحكي عن قناعه، عن وطنيه، ما حدا في زايد علي بالوطنيه، ما حدا ما في زايد، في يكون مثلي بس ما في زايد علي، وما حدا يربحنا جميله، نحن عائله ريح لها شهداء، ويمكن مش بالمحل الصح، تمام؟ كمان هاي ما حدا في زايد. ما تقولوا شهدائكم هودي، لا هودي شهداء أهلهم طبعا قبل ما يكونوا شهدائكم، نحن ما بدنا اياهم يكونوا لكم. أنا لا أهين ولا مواطن ولا محاسب، ما برد عليه بالإهانة unless يعني كان عم يتعرض بشي لشي حدا أو فجر أو مدري شو، إيه لأنه بعتبره قيادة هيدا. أو حدا عم بيسم الرأي العام مثلاً، عرفت شو؟ أو شيء للتسلية يعني للضحك، لأنه قد ما بيعطوك ماتيار للتسلية قد ما بيخبصوا يعني. طيب مواقفك هيدي
ليش ما كانت ظاهرة قبل بكم سنة؟ يعني أنت مش جديد على الساحة، كل الناس بتعرفك من خلال شغلك، ليش هلأ بآخر كم سنة بينت عن هذه المواقف السياسية؟ ليش قبل كنت تتجنب؟ لأنه كانت المعركة ضد ميشيل عون هي معركة وجودية. الهجوم على ميشيل عون يعني الهجوم على لبنان، مش على شخصه، على نحن لبنان مثل ما بدنا إياه، مثل ما منحبه. ومن بعد الهجوم على ميشيل عون اسقاط حزب الله من الداخل، يعني اسقاط عامل القوة لكشف لبنان على النزوح على اسرائيل وعلى الافلاس. مشان هيك لقيت حالك لازم تكون تعبر عن هيدي الاراء. ما انضريت، ما بتفرق معي يعني شو الضرر، يعني اي اهم، شخصي ولا مصلحتي؟ اذا فقدت شخصي بفقد اثنين، اذا فقدت حالي بفقد اثنين طبعا. بعدين اغنى انسان بالارض اللي ما بيملك شيء انا واحد منهم. يعني أنا دفعت حق هالمواقف ولا لا؟ لا لا ما ابدا ابدا، ما 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 في حدا يدفعني حق الموقف. بلا بيقدروا من خلال بعض الاعمال. لا تسمحي لي، انا ارتيست، يعني لما بدي اعلم الارتيست انا مسرحجي بنقول لهم انتم سبيشيز، يعني آلهة بدون كفر طبعا، مش إله، آلهة انتو. سو هلا انت برأيك انه انا كارتيست بشتغل؟ لا ما بشتغل، ما بشتغل عند حدا. الارتيست قادر ما يشتغل بالآر، يعني في يشتغل بلاي باركينج ما عندي مشكلة، بس ما فيك تسرقي لي حريتي وطنيتي ورأيي، ما فيك. حلو. لو على الموت هالقد، لو بدك تقتلني اوكي ما عندي مشكله، وهذا اللي كان عم بيصير بالثوره. لو معهم سلاح قتلونا قبل، لما كان معهم سلاح قوصوا علينا، عدموا العسكر على الطرقات بدون سلاح. للي عمره 16 17 سنه يفهم، مش هن بيحكوا بالدولة مع ميشيل عون، خصوصي الميليشيات المسيحية، مش هن اللي بيحكوا بالدولة بمفهوم الدولة. أنا ما بسميهم أحزاب. متمسك هالقد بمفهوم الدولة طبعا، حزب الله لا يناقض هذا المفهوم برأيك؟ لحظة شوي. حزب الله نشأ لأنه ما كانت الدولة قادرة تدافع. نفس الشيء هالميليشيات. لحظة شوي. نحن لا لا لا. روحي في فرق كبير، فرق كبير. لا أحلى شيء بهالحلقة إنه أنا عم بضطر دافع، تفضل. شو بعمل معك هلا؟ تفضل. لا فرق كبير. سو نشأ لما الدولة ما قدرت تدافع. أوكي. اللي اشتغلوا من التسعين لمبارح. كيف أول جيش اللبناني لا يقدر يدافع عن الأرض؟ ما بدي أحكيهم بهالمنطق، ما السلطة السياسية كانت بإيدهم. نعم. بإيدهم المالية والدفاع والداخلية وقت الاحتلال السوري ومش وقت الاحتلال السوري. أوكي؟ ما كانت بإيدهم السلطة. شو جابوا له للجيش؟ أنا رحت عند جنيد وبعرف. العسكر بيدفع حق ثيابه، بيدفع حق سلاحه، لأنه اللبنانيين مرتبين. نحن أشرف شعب بالأرض. رح أقول لك ليه. نحن هلا أول شيء وقت الحرب، نحن ولا بحياتنا بتاريخنا كنا دولة معتدية، دائما في حالة دفاع عن النفس. نعم. تاريخ القديم لهلا. رح أقول لك ليش أشرف أرض هيدي وأشرف شعب. ثانيا لما صارت الحرب عنا ما في ولا نازح لبناني من كل الطوائف، ما في نازح نزح لبناني. فلينا اللي فل، ما فليت انا بيت هون طبعا، بس فل واللي فلوا يعني فل، راح اشتغل بقوانين الدوله الموجود فيها، اشتغل بعرق جبين وطلع سريه ورجع. مزبوط. تمام. سو ما في نازح لبناني، في كم لاجئ سياسي بس، اني لانه في منهم مجرمين حرب يعني لاجئوا سياسيين يعني.
سؤال الفكرة ولا لاجئ، نحن نستقبل، نحن عم نستقبل هلأ نصف عدد سكاننا نازحين، أوكي نازحين، ونحن عم نقاتل الفكر الشيطاني بالأرض ونناصر كل حق بالأرض باللي عم بيصير بفلسطين. أكبر كل شهيد لبناني يسقط كرمال قضية حق. طبعا نحن أشرف شعب بالأرض وما من حق ولم نبقى نحن. ممتاز. هالمواقف قلت لي انه مش فارقه معك بموضوع كشغل يعني أبداً. اوكي بس مع زملائك مثلا، في كثير زملاء لك اشتغلت معهم وتعاونت معهم وكان عندك كثير اعمال ناجحه معهم وهن نقيضك بالسياسه، كيف يعني؟ ما كثير نقيضي، ما كثير نقيضي، لانه هن كمان عاطفيين، في كثير منهم راحوا بالموجه مش مرتين بشيء يعني. راحوا بالموجه صدقوا يعني، كانوا ضحية الميديا، وفي كتار منهم أصلاً ما بيهتموا بالموضوع السياسي. طبعاً تتشارع بالسياسة مع زملائك ولا لا؟ أنا ما ب يعني لا 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 يعني ما أصلاً هني ما بيحبوا يحكوا معي السياسة، قال لي أني مقنع. أوكي منيحة كمان. إيه يعني أنا الرأي الآخر إذا كان متعصب بيقول لي ما بدي احكي معك. ايه لانه عندك حجه. مستعد تقتنع من الراي الاخر ولا ما عندي مشكل؟ ما عندك مشكل؟ ما عندي مشكل كمان بقصص يعني معهم حق، في قصص ما بيحكوها معهم حق فيها. يعني بكل حديثك يعني واضح اعجابك باداء الرئيس ميشيل عون، معقول بمسيره هذا الرجل ما عندك ولا اي هيك علامه استفهام او اذا بدك هيك نقد لمرحله معينه لخطوه معينه؟ خليني لك شغله، الفرق بين ميشيل عون والباقيين، اوكي، ميشيل عون كل كلمه بيقولها هو بيعتبر لانه بيعرفها، هيدي بطبعه الثقافي بيعرفها انه كل كلمه بده يقولها او يكتبها رح تنحسب عليه للتاريخ، خاصة الكلمة اللي بيكتب. اوكي جيبي لي انت شي موقف، شي كلمة قايلها بخليني اخجل فيه. وانا بقول لك والله هون غلط. نعم. اول شي ثقافة ميشيل عون بتحميه بالخطاب. ثقافته بتحميه بالخطاب. لما انا احكي انه المعارك كلها ثقافية لانه هذيك فيهم يحكوا اربع لغات ومنهم مثقفين اكيد ما له علاقه، لانه عم يحكوا بمنطق يعني مثلا مفهوم السياده، لقطينا على حزب الله لو كنت اعلم، اوكي ليك مفهوم السياده هن عندهم شو؟ كان في 1200 اسير لبناني بالسجون الاسرائيليه، اوكي اذا في مواطن امريكاني مثلا بينلقط بشي دوله بيتحرك الاسطول او انخطف، خطفته عصابي بيتحرك الاسطول ليردوه، بتصير تضغط على الدوله ليروحوا يجيبوا لي، اوكي في 1200 بالسجون العالم نسيتهم هون انه سهروا تماما، انه في 1200 بس هودي لحزب الله. يا اخي مواطن لبناني حامل هويه اللبنانيه طبعا، اوكي كيف انا ما بروح بدي احررهم؟ لو بده يصير حرب، وانا بعتبره جل من لا يخطئ يعني، بس انه انا بعتبره خطا ميدياتيك لو كنت اعلم. اوكي بس بوقتها يمكن كان لازم يقولها السيد حسن، بس خطا اعلامي بعتبره انا، انه شو لو كنت، ما هي السياده تتجزا، السياده ارض بحر جو وفضاء. هلا اوكي في خلاف على السياده بالفضاء بالعالم هلا، عظيم اوكي، وهو جماعه اللي بدهم رئيس يفهم بالاي اي مش سامعين باللي انا عامل لهم اياه. صار خبريه وانسان يعني، انا اذا صار لي شيء عن غير وجه حق مفروض تتحرك الدوله بكل قدراتها لتجيبني. شو تحركت الدوله عملت؟ راحت جابت قرار بالانسحاب الاسرائيلي من 82 بقينا لل 2000 425، حق العودة من سنة
48 مدري قد اي سنه طلع القرار، بعدهم لهلا هون، صحيح بعدهم هلا هون، وبيقول لك انه لا هي الدوله نحن مع القانون الدولي، وللي اللي عاملين القانون الدولي ضده. طيب انت بتحكي منطق الامور، برايك اليوم منطق ان تفتح الجبهه بظل كل اوضاعنا؟ هل فتحت؟ لم تفتح حتى الله يستر هلا قبل حتى لحظه تسجيل هذه الحلقه كان الحرب بعدنا مضبوطه الامور. الحرب ضد اسرائيل تفرض ولا تفتح من عنا، تفرض علينا. اسمحي لي ست، بعده محتلين مزارع شبعة، اوكي بده يفوتوني طيب راح نخلص منها. جماعة العمود هودي اللي هلا مبسوطين انه العمود بعده واقف، لانه هيك بيفهموا انه بتهبط البناية مش بتقتل العسكري، لانه هول الميليشيات هيك كانوا يعملوا، انه مش قادر يصيب العسكري بيهبط البناية. اوكي جماعة العمود مين هلا عم يطبق 1701 اكثر من مجاهدي حزب الله؟ هودي اللي عم اوصل الكاميرات عم يطبوا ال 1701، مش الامم المتحده اللي قاعدين ماشي بالسكنات بيروحوا وبيجوا بيشتروا بحبون الاهالي وبيروحوا انه بيعملوا كسدوره بالسيارات وبيرجعوا على السكنه وات ايفر، انه شو عم يعملوا هون؟ اصلا ليش موجودين؟ اوكي؟ اكثر ناس عم يطبوا ال 1701 هن مجاهدي حزب الله. ممتاز. عم يقصفوا شو عم يعملوا؟ عم يضربوا كل شيء له علاقه بالتنصت وبالمراقبه وبالاستشعار وات ايفر، يعني عم يطبقوا ال 1701 مش الامم المتحده اللي عم تطبق. عظيم، نحن وصلنا لختام حلقتنا. شفتي معك شفتي ليه ما بحبوا يحكوا معي السياسي؟ انبسطنا فيك بهيدي الحلقه، بس بدي اسالك شكلك شو سر هالعوانات اللي على طول مرافقينا؟ نظر نظر. وليش اصفر؟ انه لانه هيك دارج كول حب كول وبعدين بيريح النظر. طيب وصرت تاني عبالي اعرفه، ليش ما عندك صور على السوشيال ميديا؟ لانه قبل ما افتح السوشيال ميديا قريت عنها. يعني تخفى تخشى على خصوصيتك؟ لا مش اخسى، مش اخشى على خصوصيتي، اخشى على حريتي. كيف يعني؟ هلا فتحت لي موضوع بآخر هالحلقة. لانه بتتقيد السوشيال ميديا، يعني انت لما تنزل ستوري هي عم تفوت لعندهم بالسيرفر. مزبوط. انت لما تفتشي اوكي بصير يعطيك البريفرنسز تبعك. هلا وقتها ما كان في اي اي، بس انه انا كنت مطلع على الموضوع لما نوصل بعدين يعني بالتكنولوجي، وما كنت صدق انه في سيكريسي، انه هيدي السيكريسي فيك تحتفظ فيها. لا هيدا بينبشوا لك وبيطلعوا لك اياهم الساعة اللي بدهم، وهيك كامشين العالم. ممتاز. بالسياسة اذا ما كانوا كامشينهم بالمال. وبرنستين يعني أكبر شاهد. مين باللبنان مكموش بالسياسة؟ كلهم؟ الكل اللي خبرتك عن كل اللي كل. مش مع ميشيل عون. أوف. واللي ميشيل عون مش معهم. ما بقى في شيء نزيده بعتقد، أنا بدي أشكرك كثير على حضورك معنا، الكاتب والممثل والمخرج رودني حداد، شكرا لك على هذه الحلقة اللي عن جد كثير حلوة، فيها ثقافة وفيها سياسة وفيها كل شيء وبطريقة سهلة الممتنع اللي بيوصل للناس، شكرا كثير لك، مشاهدينا بدي أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.